تحت شعار أطفال اليوم نخبة الغد، نظمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة تظاهرة وطنية إحياءً لليوم الوطني للطفل الجزائري، والمصادف للخامس عشر يوليو من كل سنة. الاحتفال المنظم على شرف الطفل الجزائري عرف حضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الطفولة، إلى جانب ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر. وبالمناسبة أكدت المفوضة الوطنية للطفولة السيدة مريم شرفي أن الجزائر وضعت ترسانة قانونية لحماية الطفل، حيث أصبحت من بين الدول الرائدة والتي يحتذى بها في مجال ترقية حقوق الطفل وحمايته. اليوم نتكلم على المصلحة العليا للطفل كمبدأ دستوري في التعديل الدستوري الأخير، على أن كل مؤسسات الدولة فعاليات المجتمع المدني تعمل من أجل تحقيق غاية واحدة وهو المصلحة الفضلة للطفل. ترسانة قانونية قوية، قانون حماية الطفل. اليوم نحتفل بالذكرى التاسعة لصدور قانون حماية الطفل، كان في سنة 2015. أيضا إضافة إلى هذه السنة القانونية، نقول أن الجزائر دائما كانت سباقة إلى الانضمام إلى كل اتفاقيات ذات صلة بالطفولة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. من جهتها أكد المدير العام للشباب عبد الوحيد العياشي نيابة عن وزير الشباب والرياضة أن الجزائر قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الطفولة. اليوم نحتفل بهذا اليوم الوطني من خلال مجموعة من النشاطات التي شارك فيها أطفال من كل ولاية الوطن، من الجنوب، من الشرق ومن الغرب. إذن لاحظتم اليوم فسيفساء من خلال استعراض كانت فيه مجموعة من النشاطات التي تعرف بعادات وتقاليد الوطن العزيز. ما يقارب 3000 طفل أغلبهم من المصطافين حضروا التظاهرة، وذلك من مختلف ولايات الوطن، شاركوا فيها فرحتهم مع أقرانهم، كما عرف الاحتفال حضور أطفال الصحراء الغربية أيضا. أنا اليوم مهمتي كانت أني نوجه رسالة لرئيس عبد المجيد تبون باش نشكره على كل مجهودات اللي قدمها هو وتاني كاع الهيئات اللي قدموا مجهودات للطفولة وندوا أهمية للطفولة أيضا. إن إحنا فاز من الصحراء الغربية جايين جولة صيفية وخيم الصداقة، نحن جايين نتبحروا بينما محرومين من أرضنا. للإشارة، فقد استفاد ما يربو عن 32 ألف طفل من الجنوب الجزائري وكذا الهضاب العليا من مخيمات صيفية، ناهيك عن المخيم المخصص لأطفال طيف التوحد والمزمع تنظيمه من 29 يوليو إلى غاية 17 من أغسطس، إضافة إلى الجالية الجزائرية بالخارج بغرض ربط الأجيال الصاعدة بالوطن.